بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنى اسم أجراس وتفاصيل عن شخصيتها. هذا الاسم عبارة عن الحركة والهمس، هي مجموعة أجراس مصنوعة من النحاس متنوعة الأحجام وأواني مجوفة تعلق في قبة على سطوح بعض سطوح الكنائس، تدق بأوقات الصلاة، أو بمعنى آخر هو آلات كهربائية يدق بالموعد لاستدعاء شخص. كما تعتبر هذه الأجراس تشبه صوت الجرس، لذلك جائز تسمية هذا الاسم ولا يحمل معنى سيء. أصل اسم أجراس: هو يعتبر من الأسماء العربية ومعناها الحركة والهمس والصوت والتنبيه، لأنه هو مجموعة الأدوات المجوفة من النحاس وتعلق في قبة سطوح الكنائس وتدق في أوقات الصلاة. الجدير بالذكر، يوجد بعض المفاهيم الخاطئة حول اسم أجراس، أنه ينتمي إلى المصدر العبري، ولكن بالبحث على معنى الاسم في القاموس نجد أنها معلومة غير صحيحة، وهو اسم عربي. اسم أجراس مذكر أم مؤنث؟ يعتبر اسم أجراس اسم علم مؤنث، ويعتبر من الأسماء العلمية التي انتشرت بكثرة في وقتنا الحالي للفتيات فقط المسيحية. صفات حاملة اسم أجراس: يعتبر اسم أجراس من الأسماء المنتشرة ومفضلة لدى الكثيرين، كما أن الفتاة التي تحمل اسم أجراس تتسم بالعديد من الصفات، ومن أبرزها ما يلي: شخصية الانبساطية، وهي شخصية متسامحة وطيبة القلب ومرحة وواثقة من نفسها وبالآخرين جدا، سريعة في اتخاذ القرار، لا تحافظ على المواعيد، تكره العمل. الشخصية الإيجابية: هادئة وبشوشة وذكية وطموحة ومتحمسة لتحقيق أهداف حياتها، إيجابية في الكثير من أمور حياتها. هي شخصية اجتماعية تحب التواصل مع أصدقائها باستمرار، تتسم بأنها فتاة منظمة ودقيقة جدا في حياتها، واثقة بنفسها جدا وبالآخرين، تحب سماع دائما المدح من الآخرين، تكره العمل وكسولة وغير نشيطة في حياتها. من الشخصيات الهادئة والبشوشة: تتخذ القرارات بعقلانية، سريعة في اتخاذ القرارات، شخصية طيبة القلب، لا تلتزم بالمواعيد، فتاة ذكية وطموحة للغاية، تتسم بأنها فتاة ذات عقلية لأنها تحكم عقلها أكثر من عواطفها، فتاة أكثر عملية وتسعى لتحقيق أهداف حياتها، فتاة رياضية وتحب ممارسة التمارين الرياضية يوميا. عيوب حاملة اسم أجراس: رغم أن اسم أجراس يعتبر من الأسماء المفضلة ومنتشرة في وقتنا الحالي في بعض الدول العربية، لكن يوجد لحاملة هذا الاسم عيب واحد فقط، هو أنها فتاة لا تحب أن تتعرض للنقد من الآخرين، ويرجع السبب في ذلك إلى ثقتها الزائدة في نفسها. دلع اسم أجراس: جيرة، روسي، جيرو، ريجا، جيجا، جيجي، جوجو، سمسم، ساسو، روسو، روسا، روسي، سيرو، ريجا. اسم أجراس مسلم أم مسيحي؟ من خلال معنى الاسم أوضح أنه ذو ارتباط بأسماء الكنائس في أكثر من مكان، مما جعل الاسم على صلة مباشرة بالديانة المسيحية، لذلك متاح تسمية هذا الاسم في الديانة المسيحية ومحرم في الديانة الإسلامية. يعتبر اسم أجراس من الأسماء المنتشرة في وقتنا الحالي للفتيات فقط، ويحمل معاني وصفات حميدة، ويجوز تسمية هذا الاسم في الديانة المسيحية فقط، لأنه مرتبط بجرس الكنائس ومحرم تسميته في الديانة الإسلامية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد زكي.